أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صلاة النبي أحسن.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Hey!
وجاءوا على
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل وجاء والله المستعان على ما تصفون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء صبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا لامرأته أكرمي مثواه
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشد وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ترجمة
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عليك يا مولانا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم صدق الله.